لن تذكر إلا الأعمى. طابت أوقاتكم مشاهدي الأفاضل، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من حلقات برنامجكم هذا بطعم الإنجاز. الشباب وعشق الخط والزخرفة، إلى أي حد يتمكن شبابنا المغربي من الغوص في أغوار هذه المساحات الجميلة، مساحات الحرف وتشكلاته ومساحات الخط وتأقلمه مع اللوحات الزخرفة. كل هذه الأشياء وغيرها سنتناولها إن شاء الله بالتحليل والنقاش مع ضيف عزيز له موقعه وله مكانته في هذا المجال. معنا الأستاذ محمد السرغيني، وهو أستاذ الخط العربي بمسلك التكوين في الخط والزخرفة بجامع القرويين التابع لجامعة القرويين بفاس، حاصل على مكافأة في الخط المغربي بأورسيكا بتركيا، وحاصل على الجائزة التكريمية في الخط المغربي من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مربي فريق بمركز لحماية الطفولة بفاس. أستاذي مرحبا بك. شكرا، أتقدم بالشكر الجزيل بتحية محبة وأخوة للأخ والدكتور الأستاذ ناجي الأمجد. العفو. وكذلك واجب. أتقدم بالشكر والجزاء وبطعم هذا الإنجاز للطاقم التقني لهذا البرنامج الجميل الذي نتمنى أن نكون يا رب عند حسن ظنه إن شاء الله، ونحن كذلك. طيب، سأحتار كيف أبدأ معك، كيف أدخل محراب هذه العبادة، عبادة الأنامل وعبادة اليد، وهي تسبح بحمد خالقها عن طريق الحرف وعن طريق الكتابة، ثم في خطوة أخرى أو مقام آخر عن طريق الزخرفة. سؤال عفوي هكذا، هل تجد نفسك مكتوبة منكتبة وأنت تمسك الخط وتحرر عقال بعض الحروف؟ أستاذي الجليل، لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: نون والقلم وما يسطرون، لتكون بالمقابل كتابة تتجلى فيها روحانية الحرف العربي، وبالتالي ما يمكن أن ينجز وما يمكن أن نصل إليه إلا شكلا روحانيا جميلا متألقا في تناغم للحروف وتناغم للنقط وتناغم للتشكيلات وللزخرفة التي تضفي جمالية أخرى على اللوحة الخطية. نعم، حضرة أخرى ممكن أن تعيشها، وهي لما تتشابك هذه الحروف بإرادة منك بطبيعة الحال، لكنني أعلم أنها بتسخير إلهي، بوحي إلهي. فكيف ينظر سيدي محمد إلى الحروف لما تتآلف وتتآخى فيما بينها، متحدثة عن نص ربما قرآني أو حديثي أو حتى شعري أو نثري؟ الخطاطون في ربوع العالم وفي مغربنا الحبيب دائما ينظرون إلى الحرف العربي حرفا مقدسا. بطبيعة الحال عندما نقرأ نصا قرآنيا يبتدئ مثلا بألف لام ميم أو كاف هاء عين صاد، فالله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه الصور بحروف لا يعلمها إلا هو، وبالتالي فهي تعكس جلالة قدر الله تعالى. وننظر إليها نحن الخطاطون على أنها يعني روحانية، وننظر إليها بجلال، وننظر إلى الحرف العربي كرسم له ضوابط وله إتقان يجب أن يصل ولو جزءا قليلا جدا لهذه العظمة الربانية. نعم. في خلق الحرف العربي. نعم. وبقرآن عربي مكتوب بلغة عربية جميلة سلسة. ما شاء الله. هنا أقتنص من كلامك كلمة ضوابط والالتزام أو الاحتكام لهذه الضوابط في الحرف، وهي ربما صارمة. كل حرف له عدد نقط هي التي تحكمه وهي التي تعطيه هويته الحقيقية، وبالتالي فالخطاط في نظري
نموذج للانضباط، نموذج لاتباع منهج صارم معين. هل ينعكس عليك أستاذي هذا الالتزام، هذا الانضباط في حياتك اليومية؟ حتى ننتقل إلى الشق الآخر لنصب من خلاله إلى عكس الصورة للشباب، ليرى كل شاب كيف يعيش الفنان وكيف يلتزم الفنان وكيف ينضبط الفنان. سأبتدئ من الأخير. سبحان الله، ترابط هذه الحروف ينعكس انعكاسا إيجابيا على السلوك الاجتماعي للفرد. فبقدر ما تصطف تلك الحروف في تناغم وفي بهجة وفي رؤية جمالية ربانية، فهي تنعكس كذلك على سلوك الفرد في داخل المجتمع، خاصة الخطاط. وهذا ما يشهد به الناس عامة عندما يتعاملون مع الخطاطين في ربوع العالم، تجد جميع الخطاطين يتمتعون بسلوك حسن وبسلوك يعني مغاير للآخرين. وربما تأثير هذه الصورة الجمالية وهذا العشق وهذا التأثير في تطبيق هذه القواعد بصرامة والحرص عليها حتى تكون في حلة جيدة تنعكس كذلك على السلوك الفردي. هذا ليس سرا أنك مربي بمركز لحماية الطفولة أو مدير لمركز حماية الطفولة بفاس، وأنا أعلم ما لهذا الواجب من صعوبات ومن إكراهات ومن ضغوطات. كيف يستطيع سيدي محمد السرغيني أن يتوفق في هذه المهمة التربوية وزاده هذا العشق، عشق الخط العربي؟ دائما وأصدقائي يعلمون ذلك، وأتمنى أن يسمحوا لي دائما أحدث لهم يعني انشغالات بكوني فنان وبكوني كذلك مربي. لا أخلط بين العملين، ولكن أضطر أحيانا إلى أن أقتنص منهم بعض الأوقات وبعض الساعات لكي أنجز بعض الأعمال، وهم ينظرون إلي ويحيونني ويساعدونني كذلك. حتى بعض المرات يشاركون معي الأطفال نزلاء هذه المراكز في إنجاز بعض اللوحات أو تهيئ الأوراق التي يمكن أن أنجز عليها اللوحات، أو حتى اللوحات في نفسها هم يحتفظون لي بها في مرأب خاص جزاهم الله عنا كل خير، فهم يشاركونني هذا الهم وهذا العشق لهذا الفن. أعرف كذلك أن لديك أفضالا، وهذا ليس بسر، على بعض الخطاطين، لن أضطر لذكر أسمائهم ولكنني أعرفهم. أترك لك المجال لهذا البوح الإيجابي بطبيعة الحال، لهذا التواضع العلمي الذي يجب أن نعترف به من حيث هذا القامة، هذه القامة، أو من حيث هذا الاسم. هناك شخصيات الآن وصلت إلى مستويات معينة في الإبداع، وكان لك الفضل في إخراجها والدفع بها إلى هذا المجال. من تذكر على سبيل المثال؟ فالحمد لله على هذه النعمة، نعمة هذه النعمة التي يمكن أن نعطيها للآخرين وأن نزود بها الآخرين. الأسماء كثيرة، ولعل أن سيدي بوبكر الفاسي الفهري هو يعني الآن هو أخ وصديق، ووجه له التحية من هذا المنبر، ونتمنى له التوفيق والنجاح. قد سار على الدرب منذ أن كان صغيرا، وهو الآن أصبح أستاذا للخط العربي والزخرفة وفنون أخرى كذلك. نتمنى له كامل التوفيق. هناك كثير من الطلبة الآن، الحمد لله، نتمنى أن تتوسع الدائرة إن شاء الله. وأننا ما هي البرنامج؟ هي أن يقدم قدوات للشباب، والحمد لله أن يتناغم البرنامج في اختيار الأسماء التي تنطبق عليها هذه المواصفات. طيب، نرفع الإيقاع الآن وننتقل إلى القراءات النقدية في اللوحات.
أولا أنت من الموسمين ومن الفائزين والذين حظوا بتكريم من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رمضان الأخير أو المولد الأخير. ما هو شعورك وأنت تقدم للسدة المولوية اللوحة الفائزة، وما هو شعورك باستلام ذلك الوسام أو تلك المكافأة؟ دائما حلم كل خطاط داخل ربوع المملكة أن يصل إلى ذلك المكان الرفيع الذي يزيدنا قيمة وهمة، خاصة وأن جلالة الملك محمد السادس نصره الله قد أعطى اعتبارا هاما وأعاد الاعتبار للحرف العربي وخاصة الخط المغربي، فقد أعطاه اهتماما كبيرا جدا. وبهذه الجائزة أصبح الآن لدينا مجموعة كبيرة جدا من الخطاطين. في السابق كنا نعتد على رؤوس الأصابع، نعم. الآن يمكننا أن لا نحصي هذا العدد الهائل للشباب وللخطاطين الكبار جزاهم الله عنا كل خير، الذين أمدون بالنصيحة وبالعون ونتقدم بالشكر الجزيل للجميع، وعلى رأسهم صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده، نعم. الذي يرعى هذه الجائزة شخصيا. ما شاء الله ما شاء الله، هنيئا لك مرة أخرى. طيب أسلوبك في الخط في الحروفية، حتى نتحدث عن الحروفية، انتقلتم من مرحلة تقليدانية إنجاز القول للخط المغربي المبسوط إلى مستويات أخرى لم يكن الخطاطون المغاربة ربما يتصورونها. هل يمكن القول أنكم تجرأتم على قواعد الخط المغربي الصارمة، أم أنكم سبقتم عصركم بهذا النهج؟ دائما الخط ارتبط بقواعد وارتبط برؤية نقدية خاصة، خاصة داخل الوسط الخطي المغربي. فالخطاطون المغاربة تبارك الله وما شاء الله يحصدون الجوائز في الجائزة في أرسيكا بتركيا. كل سنة تجد أكثر من خطاط يحصد جوائز ضمن الخطاطين الدوليين العالميين. طبيعة حال الخط في المغرب، وأتحدث عن الخط المغربي، لم تكن له قواعد إلا قواعد ربانية يخرج من صميم القلب، ليس كباقي الخطوط الشرقية الأخرى التي لها النقطة كوحدة قياس، نعم. ولها ضوابط ولها معايير خاصة وقد تصل إلى حالة يعني الدقة في إنجاز حرف دقة فيزيائية مثل الكيمياء، نعم. ومثل العلوم، نعم. الأخرى، فهو علم. حتى عندما نتحدث عن الخط لا نتحدث عنه كخط الخط فقط، نعم. نتحدث عن صناعة الخط في مجموعة من الفنون الأخرى كصناعة الورق والتقهير وصناعة الأقلام والأحبار إلى غير ذلك. ولكن الحرف عندما نكتب حرفا يخضع إلى قواعد مضبوطة بمقاسات مضبوطة. لكن عندما نرجع إلى قواعد الخط المغربي نجدها قواعد ربانية تخرج من الصميم. عندما ننظر إلى مصحف الشيخ زويتنا رحمه الله أو مصحف السوسي البهوي رحمه الله، فإننا نجد خطوطا مضبوطة يعني بقواعد روحانية محضة، نعم. وبالتالي نحاول جاهدين على أن نلتزم بتلك الروحانية التي يطبعها الحرف العربي عند هؤلاء الناس ومن جاء بعدهم سي المعلمين الله يشفيه لنا، نعم. يا رب، نعم. كذلك هناك قواعد لها من الخصوصيات تطبع صاحبها، وبالتالي نعم. نحاول أن نلتزم بهذه الخصوصية، نعم. لكي نمررها إلى شبابنا بجميع بإخلاص وبتفان وبضبط على نهج الأسلاف حتى لا
نكون قد أضعنا شيئا من الماضي ونضيف شيئا من الحاضر يمكن أن يضيع. لا لا فهد إذا سمحتي نعم. فهد الحروفية بالضبط التي نعم. نتحدث عنها وهذا السبق، هل هناك تأثير مشرقي على المغرب أم أنه اجتهاد مغربي قمين بالخط المغربي وانسجمت هذه الرؤى في الحروفية وفي تشكيل الحرف مع طبيعة وهوية الخط المغربي عندكم؟ بالنسبة للخط هناك لوعان، خط الذي طبعه المشارقة وهو الحروف وهو يعني كما يسمى نعم. بالخطوط الشرقية نعم. هي خطوط مضبوطة معروفة، وقد تفانى الخطاطون المغاربة دون دراسة لأن الدراسة جاءت من بعد نعم. تفانوا فيها وكتبوها بشكل جيد يتباهون بها أمام المشارقة ويحصدون جوائز كذلك في مسابقات دولية ومعارض دولية بجودة عالية. ونذكر على سبيل المثال الأستاذ سي محمد أمزير الله يطول في عمره، يعني أستاذ له كراسة تدرس في المعاهد والمدارس الشرقية وهو نعم. مغربي نعم. يضر يعني كراسة بالخط المشرقي وتدرس في المشرق نعم. هذه الجوائز جائزة محمد السادس للخط العربي أعطت دفعة كذلك للخط المغربي، والآن نحن منكبون جميع الخطاطين المغاربة على تحسين صورة هذا الخط وإعطائه في حلة جديدة. ونذكر على سبيل المثال الخطاط سي عبد الرحيم قولين الذي أعطى أسلوبا جديدا للخط المغربي وحاول أن يضيف عليه صبغة شرقية بقياسات النقطة وبمعايير حتى يتمكن المشارقة كذلك من ركب سفينة هذا الخط المغربي. اللوحة التي اصطحبتها سيدي محمد السرغيني متنها هو خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الشكل العمودي الذي كتبت به الخط، ألا ترى أنه ثورة على الشكل التقليدي، ثورة على البعد الفيزيائي الذي يتطلبه الحرف وتتطلبه الكلمة ثم الجملة ككل؟ أليس ذلك كما قلت بسبق ربما متميز متفرد وضرب لهذه القواعد الجافة أو القوالب الجافة التي تريد أن تقولب الخط المغربي في مصوغات معينة؟ نعم، كما تعلمون سيدي بأن الحرف العربي خاصة الخط المغربي بالخصوص فهو كان حبيسا في الكتب نعم. وخاصة الخط المجوهر الذي تحدث عنه في لوحة خيركم نعم. من تعلم القرآن وعلمه، ثم الخط المغربي المبسوط الذي هو حبيس حاليا الحبيس المصحف الشريف نعم. وكذلك الخط الذي ربما نعتبره بأنه الذي شكل اللوحة الجمالية في نعم. مساجدنا وفي نعم. مآتيننا التاريخية هو خط المغربي المشرقي الذي يلقبونه بعض الخطاطين بالخط المغربي تولوت المغربي أو نعم. أسماء أخرى له نعم. هذا الخط ربما هو الذي كان بارزا والذي يراه الجميع داخل المساجد كلوحة تشكيلية متفردة في الجبس أو على الخشب أو في الصباغة كصباغة الأسقوف إلى غير ذلك نعم. لكن الخط المغربي المبسوط الآن أصبحت له ثورة في خروجه من قوقعته نعم. مرتبطا بالمصحف إلى لوحات فنية جميلة تضاهي لوحات المستشرقين هذه اللوحة التي خيركم من تعلم القرآن وعلمه هي لوحة كتبت بالخط المجوهر. هذا الخط كان حبيسا على المخطوطات المغربية أو بعض ثم الدواوين. كان الناس دائما يجدون في صعوبة في قراءته بحكم أنه ارتبط بكتابات الموثقين العدليين الذين يوثقون الزواج، كان دائما خطا مقزما ليس في المعنى الجمالي ولكن في الرؤية القرائية أو في النص قصور من القارئ نعم. نعم. الآن أصبحت ثورة جديدة نعم. لهذا الحرف وهو خروجه من هذه المخطوطات
إلى لوحات فنية، ربما نتجرأ عليه بإعطائه صورة وصبغة أخرى. وتجرأتم أكثر لما إذا سمحتي لما وضعتموه ممكننا يعني في الحاسوب، وصار الخطاط ربما يلجأ إلى تقنية الحاسوب ومحاكاة الحاسوب. ألا ترى بأن هذا ربما قد يشكل نقوصا في البعد الروحي والبعد الجمالي لحقيقة الحرف؟ طبيعي حقيقة، لأن ما هي جمالية الحرف؟ هي جماليته عندما يلتقي بحرف آخر، وهذا الالتقاء عندما لا تكون فيه سيولة وفيه ربط جمالي قد يفقد خصوصيته الفنية وخصوصيته الجمالية. عندما يرتبط الخط بالمكننة وبالطباعة وبشكل آخر تفقد هذه الروح، لأن المكننة ما معناها؟ أن تجعل الحرف يلتقي بآخر بشكل أوتوماتيكي طبيعي لا يكون فيه نشاز، ولكن بالنسبة للوحة هذا شكل آخر فيه سيولة الخط، فيه يعني كما يسمونه الخطاط جرة قلم ممتازة، فيها نوع من الإحساس ومن يعني كل جزء في الحرف هو إحساس روحاني لاتجاه الحرف. طيب ننتقل أستاذي إلى تجربتكم الديداكتيكية وهذا التدريس بمسلك التكوين في الخط والزخرفة المنشأ مؤخرا من طرف الأكاديمية، أكاديمية الفنون والأوقاف، وحرص جلالة الملك كذلك على أن يعطيها انطلاقة جديدة. ماذا تعني لكم هذه العملية أولا كخطاط كفنان، وماذا تعني لكم بفرع من فروع جامعة القرويين، وماذا تعني لكم داخل فاس وعبقي فاس؟ مجددا سأشكر جلالة الملك على هذه الالتفاتة الكريمة لمدينة فاس وإحياء هذه المدرسة في كنف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتخصيص هذه المدرسة في مدرسة تقليدية عتيقة التي اسمها مدرسة السهريج، التي تجاور مدرسة كبيرة ومسجد كبير اللي هو مسجد الأندلس، وبجانبه كذلك مدرسة صغيرة جدا اللي تسمى السباعين وهي جميلة جدا، عروسة المدارس صغيرة ولكن جميلة جدا في شكلها وفي إخراجها المعماري. هذا المولود أعطى دفعة جديدة لتكوين جيل جديد من الخطاطين بصورة جديدة وبمعايير فنية جديدة وبتقنيات جديدة، لأن الخط تطور، عرف تطويرا جديدا، لأن كما هو للتكنولوجيا الآن نعرف بأن التكنولوجيا تتطور، كما يقولون التكنولوجيون بأن هذه العملية تتطور كل دقيقة، كذلك الخط فهو يتطور بكل يوم. نجد بأن الحرف تراه في هذا الشكل في هذه الساعة، ربما غدا سيصبح برؤية جديدة وبمنظومة جديدة. هذه المدرسة ستمكن هؤلاء الطلبة من هذه التقنيات الجديدة التي لم نحصل عليها نحن في السابق، لأن في السابق كانت صعوبات لمعرفة الحرف، من يريك كيف يمكن كتابة الحرف، والخط مخفي كما يقولون في السلف، مخفي في تعليم الأستاذ ذلك التعلم. الآن أصبحت المدرسة تمرر هذه المعلومات بشكل جيد وبشكل تقني، والحمد لله المدرسة وبالمشرفين عليها التي هي جامعة القرويين برؤسائها وبمشرفيها الذين يمدون يد المساعدة الطيبة والجميلة في كل لحظة التي نقف عليهم فيها، يمدوننا بكل المعلومات الحروفية. لو تقدمت إليك جميع الحروف حتى نختم، جميع الحروف أيها تختار كحرف واحد أحب إلى قلبك وإلى روحك ولماذا؟ فهذا سؤال صعب، ولكن لأن الحروف كلها هي من كلام الله تعالى، لا يمكن أن نفضل حرفا عن حرف، ولكن يمكن أن أختار حرف الحاء
لأنه حرف فيه الحياة وفيه الحرية وفيه الحب وفيه كل معاني الجميلة يختزلها هذا الحرف. اكتشفت هذا من خلال اللوحة التي يراها المشاهد الآن المبتدئة بالحاء وتلك الدلالات، بمعنى أن الحاء قد نحتت فيك شيئا ما. أختم كذلك بحلم، هل لك أن تحلم حلما في حق الخط المغربي خاصة والخط العربي عامة؟ ما هي هذه الرؤى التي تتمنى تحقيقها؟ الحرف العربي أصبح رسالة وهو سفير. أصبحنا الآن نرى مجموعة من الأوروبيين والأمريكيين يتعاطون لهذا الحرف وقد أدخلهم للإسلام، وهذه فرحة كبيرة لنا أن الحرف العربي أصبح يستقطب أناسا أجانب ليدخلون الإسلام عن طريق سبيله، والحمد لله نحمده تعالى ونتمنى أن تتوسع دائرة الإسلام به. إذن سعدنا بك. سأتقدم بهذه الجائزة إلى برنامج بطعم الإنجاز. شكرا، وأتمنى أن تنال إعجابكم، وهذه بخط مغربي مقصود وهذا بخط مجوهر، ونتمنى أن تنال إعجاب المشاهدين. نقبلها بصدر رحب وبإعجاب كذلك وإحساس بالفخر أنك بيننا. كانت الحلقة ماتعة وكنت مميزا كعادتك. نتمنى لك أن تستمر على هذا الدرب، الدرب الفني والدرب ديداكتيكي إن شاء الله. أما أنتم مشاهدي الأفاضل وأنتم أيها الشباب بالخصوص، أتمنى أن تعلقوا بهذا الطعم، طعم هذه السنارة الحروفية، طعم هذه الجماليات في الزخرفة، طعم هذه الجماليات في الحياة ككل التي تعلمنا الانضباط والانصياع في هذه الحياة إلى قوانين صارمة ربانية ملؤها الطاعة وملؤها الائتمان وملؤها الاستقامة. دامت لكم مسرة الخط والزخرفة وكل خط وزخرفة، وأنتم بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.